لسيادة المستشار محمد عبده صالح الوحش. أنا آسف، محمد عبده صالح. الأسماء مع أو تشابه الأسماء مع الرمز الكبير محمد عبده صالح الوحش رحمة الله عليه، مستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. بكلم حضرتك عشان لقاء اف سي مصر ونجوم المستقبل والأحداث اللي حصلت بعد اللقاء. كنا لسه بنتكلم مع كابتن خالد كامل رئيس لجنة المسابقات، وقال ان هو لغاية دلوقتي لسه التقرير بتاع المراقب ما وصلوش. هل لجنة القيم بتشتغل بشكل منفصل وهي بتتفرج مثلا على الفيديو بتاخد التقارير، والله ولا بتستنى لغاية لما التقرير يجي لها من لجنة المسابقات؟ لا، لما يجي شكوى، يعني يجي شكوى من احد الطرفين تمام. في الحالة دي احنا بنقدر ان احنا نتصدى ونتدخل في الموضوع تمام، لكن غير كده لجنة المسابقات طبعا هو ده اللي حقها في انها بتقرير المراقب المباراة او الحكم بيقدر ان هو يدي العقوبة المناسبة تمام. لكن لغاية دلوقتي مفيش اي حد تقدم لحضرتك او لجنة القيم باي لا شكوى او باي حاجة ليها علاقة بالموضوع ده؟ لا، بالنسبة للموضوع ده مفيش اي حاجة بالنسبة لي لحد دلوقتي، ما بتسمعش يعني. شايف حضرتك ازاي الترابط الاعلامي والدعم الاعلامي للجنة القيم ولحضرتك ولكل السادة الافاضل اعضاء اللجنة في تطبيق، يعني مش عايزين نقول العدالة، تطبيق الاحترام وارساء الاحترام في المنظومة الكروية المصرية؟ والله او حضرتك عارف ان يعني هدفكم كاعلام وهدف اتحاد الكورة وهدفنا كلجنة قيم ان احنا نرسي المبادئ والقيم الاخلاقيه صحيح. اللي احنا متعودين عليها من زمان مظبوط. فاحنا باذن الله يعني بتطبيق القانون واللائحه ولائحه الاتحاد الدولي ولائحه النشاط الاساسي بمنتهى الحزم باذن الله هنعيد الانضباط تاني ان شاء الله يا رب، وفي الحاله دي هنقدر نشوف الجمهور تاني، يعني صحيح. ما الجمهور يتعاقب ويصدر ضده او يتسبب في ان هو يضيع النادي بتاعه في بعض النقاط او الهبوط، كل الحاجات دي لما تتعامل بحزم ده هيخلي الجمهور قبل ما يعمل اي حاجه هيفكر ألف مره ان هو هيضر فريقه. صحيح صحيح، ربنا يسهل ونقدر ان شاء الله يا رب نعمل حاجه يعني. كل الدعم لحضراتكم وباذن الله موفقين، وباذن الله نشوف مظهر مختلف بوجود لجنة القيم وحضرتك طبعا على رأسها المستشار محمد عبده صالح. كل الشكر لحضرتك، وبإذن الله بإذن الله موفقين، لأن ده دور مهم جدا جدا جدا، كلنا بنتعامل كلنا واقفين وراه.